بطلع كثير لانه اذا بدي ارجع اطلع وانسال بدي احكي نفس الحكي بدي اجاوب على نفس الاجوبه ف ايه بفتكر عرفت يعني. طيب بالامل على الباب بتصور كنت اول منك بعدك عامل الايميل والويب سايت، يعني فيني اقول انه المطرح اللي قدمتي منه الويب سايت والايميل تبعك هو الامل على الباب. تقريبا يعني قد ايه كم ايميل من وقتها لهلا صار جايكي؟ عندي كثير ما في شك، بس انا قصرت لانه كنت رد كثير وكنت اعمل مساج ابعته سنت للكل. قصرت لانه انشغلت وسافرت وهيك يعني عن جد كان كل يوم عم بفوت على السايت تبعولي يعني فوق ال 300، يعني ما رح زيدها، بس اوقات كان فوت يعني فوت على الويب سايت يكون فايت اكثر من 300 اوقات 200. واو 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 واو. هالقد وهيدا انه شيء يعني كثير بيساعدني اكيد، انه هيك بعرف قد ايه في عالم بتحبني، وهيدا شيء بيشجعني انه اشتغل واقدم دائما اشياء. عرفتي جديد هذا التتواج؟ ايه تفرجينا اياه انه تخلي البابيون. خلص ما بغيره. حلو حلو شباب صبايا، شو رايكم؟ ما شفتوه؟ شيء عليك. عن جد. وبعدين ضعفانه يخص العين، عملت افار موديل. عن جد تعذبتي لانه قصتي وزن؟ تعذبت لانه كنت بتحبي الاكل. نعم بحب الاكل، وكنت دائما اشتري ثياب دائما يعني التاي الاصغر من الحجم اللي كنت انا فيه. فبعدين اكتشفت كان امر واقع عايشته انه ما في شيء عم بفوت فيي صراحه. ايه لا هي بالصراحه. بعدين قررت انه خلص انه انا بالنتيجه فنانه يعني، وعلى طول بدي بين على العالم. هلا شيء بين يعني بشكل انه لايق نوعا ما يعني. عرفت انه مش بيرفكت يعني، ما فيي اوصل للشغله، بس اكثر ما فيي انه ايديال. على صعيد الشغل اليسا كمان كثير يعني، حتى كنت معنا بسبوت الاسبوع وكنا كل مره عم نتصل. يمكن انت بتعرفي يعني لما نبلش نتصل فيكي انه معناتها في ناس عم تسال عن هالموضوع، وبالرغم من انه طلعتي بصوتك عم تحكي وخبرنا والى اخره، ضلت الناس تسأل. لا شك انه صار في تأخير بالألبوم. صار في تأخير كتير، كان في شوية مشاكل بالحقيقة بيني وبين الشركة تخطيناها. والمشاكل خلصت مؤخرة يعني. هلا خلص الاغاني جهزوا وتوزعوا يعني اكثر من نصهم توزع، وصوت انحط على بعض الاغاني والبعض الثاني عم حطه. ان شاء الله بالشهر الجاي ان الله رد بكون ان الله رد بالسوق يعني. واو. طب شو فينا هيك نتفرج نعرف شيء عن الالبوم، عن شيء غنيه، شيء حرفين من هالغنيه، انه مبين انه نحن كمان جماعه يعني الغنيه هو اجمالا الاغاني كلها انا بحبها لانه انا اللي نقيتها، بس رح اغني لك غنيه. واو هاي بعد ما حدا سمع. اوكي اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون، وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام، ثوبني هواك، عشقك بجنون روحي انا، قلبي المفتون كله منى، وياك بيعيش احلى هنا، حبيبي انا يا روحي انا، اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون، وده حالي معاك، خلتني اعيش ايام مليانه بشوق وغرام، دوبني هواك. انا ما عندي هدايا عاده بالقمر على الباب، بس حبيت قد ما هي اكسبشنال هالحلقه كمان شوي من الاودينس نقدر هيك نقدم له شغله لذيذه، فبدك تعطيني ورقه اليسا بليز. اوكي اليسا بدي فرجيكي شغله كثير مهضومه وبترقص كثير بطريقه لذيذه، كادو القمر على الباب لهالليله يلي حامله، اللي رح تربح واحد من الاودينس. رولا شو كربوجه. هاي سما اليسا،
الجايزة لألها ما كانت فرحة. إذا طيران الإمارات كمان مرة رح يسفر واحد من الجمهور اللي معنا على دبي بيروت كرمال كمان يتصلوا بمهرجان التسوق هالمرة. قولوا مبروك لوسام نعنوع. وقتها تمرق السنة هيك بيكون الواحد في اشياء عباله يعملها ما عملها، شغلات عباله يجيبها ما جايبها، ناس عباله يشوفهم ما شايفهم، شغلة معينة مثلا اليسا كان عبالها تجيبها السنة الماضية وكانت تغار من واحد من اصحابها انه هو عنده اياها وعطول بدها شيء مثلها. يا ترى حضرتي شو هي؟ حدا من اصحاب. انت بتحبي التصوير؟ كاميرا. كاميرا بس انه بروفيشنال. انت بتعرفي تصوري؟ لانه وديع رفيقي هاي وديع تبعولي هاي على طول بيصورني وكل مره بقول له بسافر قلت له بدي اروح اجيب كاميرا. هلا كنت رايحه على دبي كيف بدي اجيبها؟ كيف بدك تجيبيها؟ جبتوا لي اياها؟ بليز كم تحيات. تتأكدي لأنه لا متأكدة بس عم بتأكد على فكرة يعني هلا صرت مبسوطة دوب أول شيء لأنه معك ثاني شيء لأنه أخذت كادو ياد على فكرة